شفنا في الحلقه اللي فاتت الفتره الانتقاليه اللي كانت بعد ثوره انقلاب 23 يوليو 52 والتغيرات الجذريه اللي شافتها مصر على ايد مجلس قياده الثوره اللي من خلاله عبد الناصر اعاد تشكيل وهيكله البلد والمؤسسات والمجتمع وكل حاجه من خلال القمع السياسي عشان يمهد الطريق لنفسه للانفراد بالحكم. وخلونا نكمل رحلتنا النهارده مع مقبره الاحياء. سمعتوا عنها قبل كده؟ أو عن الأيام اللي تحولت فيها الأحلام لكوابيس في عهد عبد الناصر أيام وحكايات معسكرات الاعتقال الناصرية هل كانت دي مجرد فترة سوداء مؤقتة في تاريخ مصر ولا جزء لا يتجزأ من نسيجها السياسي والاجتماعي هيا بنا نشوف <applause> خلونا نبدا رحلتنا النهارده مع واحد من اهم الادباء المصريين صنع الله ابراهيم واللي يمكن ما اخدش حقه من الشهره مقارنه بنجيب محفوظ يعني جايز بسبب نشاطه السياسي وجرأته مقارنه برضه بنجيب محفوظ النشاط السياسي اليساري من ايام الخمسينات الحاجه اللي عملته مشاكل مع نظام عبد الناصر اكتر من روايته اول مره اتسجن فيها كان خلال ثوره مارس 54 اللي بيدلعوها وبيسموها ازمه مارس زي ما شفنا يعني كان طالب في كليه الحقوق وقتها واتقبض عليه بسبب تنظيم محاضرات او نقاشات عن الديمقراطيه والاقتصاد واللي كان بيعبر فيها عن ارائه اللي متصادمه تماما مع سياسات العسكر في الحكم اعتقل كمان كذا مره سنه 56 والنقطة ان منهم مره اتقبض عليه وهو اساسا بيوزع منشورات مؤيده للنظام ايام العدوان الثلاثي اللي هو الانظمه العسكريه مش عاوزه حد يكون له نشاط سياسي حقيقي اصلا حتى لو مؤيد ليهم لانه لو حقيقي فهو اكيد زي ما هيأيد احيانا هيعارض برضه احيانا لا ما ينفعش معانا كلام احنا عاوزين ناشطين من اللي بيهزوا راسهم على طول الخط دول بس كل ده كان هزار برضه لسه السواد الحقيقي جه مع اعتقالات سنه 59 اللي كانت وحشيه ودمويه بشكل مصر ما شافتهوش قبل كده على مدار تاريخها وقتها عبد الناصر هاج على اليساريين وقرر يقضي عليهم تماما ويمسحهم من الوجود في مصر فاعتقل صنع الله ابراهيم مع مئات غيره اللي هو تخيل كده سجن او معتقل كل اللي فيه تيار واحد كلهم يساريين اللي هو عمل بالظبط زي ما هتلر كان بيعمل مع اليهود في المانيا والمصيبه ان الشعب ما كانش عنده اي فكره بالمصايب اللي بتحصل جوه المعتقلات دي ما عمرها ما حصلت في تاريخ البلد قبل كده خصوصا سجن ابو زعبل اللي كانوا بيسموه مقبره الاحياء بدات حمله الاعتقالات من فجر اول يناير 1 يناير سنه 59 اللي هو استفتاح السنه سواد حملات اعتقال منظمه تمت في نفس الوقت في طول مصر وعرضها لموا فيها مئات من اليسارين او اي حد عدى من جنبهم في الاول صنع الله ابراهيم اعتقل في سجن القلعه اللي كانت لسه سجن عمره مئات السنين، سجن من ايام المماليك، وهي نفس المكان اللي حصل فيه مذبحه القلعه بتاعت محمد علي، قبل ما مبارك يحولها لمتحف في الثمانينات. فضل معتقل في القلعه حوالي ثلاث شهور، وبعدها بقوا بينقلوه من سجن للتاني، من القاهره للقناطر للواحات، لغايه فين وفين؟ بعد اكثر من سنه من الاعتقال، يلاقي نفسه بيتحاكم في محاكمه عسكريه سنه 60 بتهمه التخطيط لقلب نظام الحكم. قعد يتحاكم يجي شهور من غير ما يصدر حكم نهائي في الاخر، وبالرغم من كده. قاموا واخدينه على مقبرة الأحياء سجن أبو زعبل عشان يعيش أبشع تجربة عاشها المصريين في حكم عبد الناصر بعد نص الليل المعتقلين يلاقوا نفسهم بيتجرجروا من الزنازين ويتكلبشوا في بعض زي المواشي وبيتحملوا في عربيات نقل المساجين عشان يرحلوهم على أبو زعبل اللي على ما يوصلوا له هيكون الصبح شقشق خلاص مشوار بعيد المهم المعتقل من دول بيوصل ينزل من عربية الترحيلات يلاقي نفسه وسط كوام زبالة معفنة وحواليه عساكر ماسكين رشاشات وظباط راكبين حصانه وماسكين كرابيج ويلاقي سيل من الشتايم وامر ان كله يقرفص ويوطي راسه والواحد منهم يبقى مش شايف لانه موطي وبصص في الارض بس سامع الرزع حواليه عصيان وكرابيك بترزع في المساجين اللي مقرفصين وهو مستني دوره ومش عارف هيجي امتى ومع الاعداد الضخمه الواحد كان ممكن يفضل في الوضع ده مقرفص ساعتين كده ولا اكتر لما خلاص ما يبقاش حاسس برجليه بيحكي صنع الله ابراهيم انه فضل على الحال ده ساعه ونص تقريبا وكل ده مجرد استفتاح لسه وفجاه يسمع اسمه بيتنده وحد بيامره انه يقف بص حواليه لا المساجين بيجروا ووراهم الظباط بالحصانه والكرابيج بيضربوهم وبيشتموهم ويا اللي يقف ويبطل جري لا حد بيزعقه وبيامره يتحرك عشان يدخل التشريف اللي هي يمشي بين صفين عساكر يمين وشمال ماسكين عصيان ونازلين رزع في كل اللي ماشيين يطلع من التشريفه يلاقي في وشه ترابيزه قاعد عليها شويه رجاله لابسين نظارات شمس منهم اللي لابس عسكري ومنهم اللي لابس مدني فواحد فيهم يزعق يقول له اسمك يا ابن كذا يقول اسمه الظابط يزعق يقول له لما ترد قول يا فندم ويقوم مشاور العساكر ياخدوه. وفي ثواني يلاقيهم قلعوه ملط ونازلين فيه ضرب وشتيمه ويجي واحد بمكنه ويحلق له شعر راسه وشعر جسمه وكل ده والضرب شغال ما بيبطلش وبعدها حد يزعق ويامره نام على ظهرك قول انا مره والضرب لسه شغال لغايه ما صوت يزعق ويقول لهم كفايه فيجرجروه على الارض ويقوموه ويامروه يجري على عنبر كبير يدخل من بابه اللي مفتوح زي الثقب الاسود ده عشان يلاقي باقي المساجين اللي سبقوه في حاله صدمه وذهول وعدم استيعاب هو ايه اللي بيحصل؟ وليه؟ ده اللي لسه فايق منهم في اللي وقع من طوله مغمى عليه وفي اللي رائد غرقان في دمه بعد نهايه التشريفه او الحفله اللي بيعملوها على المساجين اللي هو من الاسم كده تحس ان هم بيستمتعوا بده الموضوع مزاج مش مجرد وظيفه وتنفيذ اوامر المهم تخلص التشريفه لكن لسه في حد ناقص واحد من اهم وابرز السياسيين الشيوعيين شهدي عطيه قامه ثقافيه خريج جامعه اكسفورد وناشط سياسي قديم في مصر من الاربعينات رئيس تحرير مجله الجماهير وعنده دار نشر وكان شخص طول بعرض كده وكاريزما عشان كده كان شباب الحركه الشيوعيه في مصر بيعتبروه اخ كبير ليهم وعشان كده كان هو اللي بيدافع عنهم في المحاكمات العسكريه اهو دفاعه ده عنهم في المحكمه خلى العساكر حطوه في دماغهم وتسبب في كل اللي حصل له لما رحلوا على ابو هو كان مترحل معاهم بس صنع الله ابراهيم بيحكي ان هم لما كانوا مقرفصين وبينضربوا اول ما نزلوا من العربيه الترحيلات سمع حد من العساكر بيزعق وبيقول مين فيكم شهدي فشهدي يرد ويقول انا ودي كانت اخر مره يسمعوا فيها صوته كان واضح من البدايه ان شهدي معمول له تشريفه خصوصي ليه هو لوحده، وعلى ما وصل شهدي للطرابيزه بتاعت الظباط، بدل ما يروح العنبر مع باقي المعتقلين، جه يزباش اسمه عبد اللطيف رشدي واخده لمنطقه تانية عبد اللطيف رشدي ده يعني كان معروف عنه ان في ناس ماتوا من التعذيب بايديه، فكان اختياره هو شخصيا عشان يعمل التشريفه بتاعت شهدي مش اعتباطي، كان مقصود وبيقول ان نيتهم شر من الاول، ويبدا معاه بقى طقوس التشريفه، ينزل رازع بعصايته على كل حته في جسم شهدي اللي واقف عريان قدامه وهو بيزعق قول أنا مرة، لكن شهدي ما يردش، يفضل يستحمل الضرب والرزع اللي نازل عليه من غير ما ينطق ولا حتى يقول اه، قول أنا مرة والضرب مستمر لغاية ما شهدي يقع من طوله وهم برضه مستمرين في الرزع، قول أنا مرة ومفيش رد برضه، لغاية ما جسمه بطل يتحرك وبالرغم من كده يفضل الضرب والرزع نازل عليه، قول أنا مرة والجسم هامد تماما بلا حركة، فرشدي يستدعي دكتور المعتقل يجي يشوف ماله ده وفجأه الجو اتكهرب، والظباط اللي نظارات سودا دول يقوموا بسرعه كل واحد ياخد عربيته ويبلغ فرار، واللي كانوا لسه بياخدوا نصيبهم من التشريفه كروتهم بسرعه وجرجرهم على عنابر المساجين. اللي حكوا فيها عن اللي شافوه واللي حصل لشهدي، شهدي مات، وما كانش اول واحد يتقتل في ابو زعبل. لا ده في كتير قبله، سلخانه كانت شغاله من بدر وفي ناس كتير اتقتلت عادي جدا ولا حد عرف عنها حاجه، لغايه لما الموضوع وصل لشهدي، اللي ما كانش اي حد، وبعدها ب ايام اتنقل ابراهيم لسجن تاني وبعدها فتره بسيطه اتقفل معتقل ابو زعبل دي كانت الدفعه المحظوظه اللي ما طولتش في المعتقل لكن اللي حظهم اقل منهم واللي قضوا شهور قبلهم في المعتقل فالتشريفه دي كانت مجرد استفتاح بس بالنسبه لهم وما كانتش هي اصعب ولا أسوأ حاجه حصلت لهم في ابو زعبل الحاجه التفاصيل الكامله للي كان بيحصل في ابو زعبل الهام سيف النصر في كتابه معتقل ابو زعبل الهام وصل قبلهم بسبع شهور شاف فيهم الويل ومر بنفس الرحله بتاعت صنع الله ابراهيم اعتقل في اول يناير 59 وسجن القلعه ثم سجن الواحات وبعدين محاكمه عسكريه في اسكندريه وفين على ما يوصل لسجن ابو زعبل في نوفمبر 59 ونفس العلقه هي هيها اول ما يوصل يلاقي ضباط على حصنة بيجروا بالكرابيج ورا المساجين اللي بيجروا عريانين بس هو قعد شهور في ابو زعبل بعدها زي ما قلنا فشاف اهوال اكتر بكتير عشان كده في كتابه قدم معلومات مفصله عن كل حاجه في ابو زعبل تخطيطه الاكل اسماء العساكر والظباط طرق التعذيب لغايه تفاصيل يوم الاربعاء الدامي. المعتقل كان فيه ستة عنابر للمساجين، كل عنبر عباره عن اوضه طويله كده في اولها باب وفي اخرها الحمام، وما بين الباب والحمام ارض ما اي حاجه، المساجين بيناموا على الاسفلت، العنبر الواحد فيه 100 معتقل نايمين على الاسفلت، والتعذيب كان شغال يوميا، اقل حاجه كانت بتحصل لو الواحد حظه حلو يعني ان هم بيذنبوا المعتقلين ووشهم للحيط كده وينزلوا عليهم بقى ضرب ورزع بالعصيان. ده الروتين اليومي اللي كان بيحصل قبل ما يرجعوهم عنابرهم تاني بالليل، ومفيش زيارات. ولا كتب ولا اقلام ولا ورق ولا راديو ولا حتى جزم وطبعا الاكل معروف يا وجبه واحده تقرف من السوس المدمس المضاف ليه بعض الفول يقعدوا عليها اليوم كله وطبعا مفيش رعايه طبيه ولا ظروف صحيه فلازم بسرعه تنتشر الامراض بين المساجين جرب واكزيما وانيميا في معتقلين ماتوا بحمى التيفود لأنهم اتسابوا كده من غير اي علاج لغايه لما ماتوا دي الظروف اللي عبد الناصر شاف انها انسب بيئه لاساتذه الجامعه والعلماء والمحامين والمهندسين والدكاتره والمدرسين والمثقفين والادباء طب انت سبت مين في المجتمع كده والوضع ما فضلش كده لا دول كانوا بيزهقوا من اساليب التعذيب فيفتكروا اساليب جديده يعني مثلا بدل ما يذنبوا المساجين على الحيطه وهم بيضربوهم لا ينيموهم على الارض وينزلوا رزع فيهم الطريقه دي كانوا بيسموها البيانو عشان المساجين بيبقوا مترصصين على الارض زي زرايل البيانو كده شويه ويامروهم يلعبوا تمارين ضغط وهم في الوضع ده والعساكر بيجروا فوق ظهورهم اللي يقع ومستحملش يتعاقب ويتعذب اكتر لانه بيكسر الاوامر وفي ليله يلاقوا ظابط داخل عليهم العنبر بعد نص الليل وهو مصطبح ولا شارب حاجه وعمال يضحك بشكل هستيري ويدور الضرب فيهم كله نفس الضابط ده كان بيتلذذ بانه يركز اكتر على اي نقطه ضعف يلاقيها في حد من المعتقلين زي معتقل اسمه سعيد زهران كان عنده رجل مقطوعه ومركب رجل خشب فكان الظابط ده بيتلذذ قوي انه يضربه بعنف في رجله السليم عشان يكسرها ولو مفيش نقطه ضعف وماله نفس الضابط ده قتل واحد من المعتقلين في التشريفه بتاعته الدكتور فريد حداد اللي كان معروف باسم طبيب الغلابه الظابط ده قتله بانه نزل هو والعساكر بكعب البندقيه على دماغه لغايه لما كسرها والمساجين شافوه قدامهم على الارض غرقان في دمه ودماغه متدشدشه بس الاسوا من الضرب والتعذيب كان الشغل بالصخره اللي بيدلعوه بيسموه الاعمال الشقه كانوا بياخدوهم يكسروا حجاره في منطقه من كتر حفر المساجين فيها بقت بحيره النهارده بحيره عرب العلاقات طب والحجاره اللي بيكسروها دي كان بيتعامل بيها ايه بعد كده كانت بتتاخد يتراصف بيها طرق أيوة بس لحظه كده يعني الشغل ده كان أصعب من التعذيب في المعتقل؟ لا ما هو ما كانش شغل، هو كان تعذيب برضه، بس ده بعد ما ياخدوهم من المعتقل لغاية الجبل نص ساعة مشي حافيين، وأول ما يوصلوا ينزلوا عليهم ضرب تاني بالعصيان، وبعد ما يخلصوا ضرب ياخدوا المعتقلين على طرف المحجر ويخلوهم يملوا شويلة بالحجارة وياخدوها ويجروا بيها على الطرف التاني. بين صفين عساكر نازلين فيهم ضرب بالعصيان طول ما هم بيجروا، واي حد يقف ولو للحظه يلقط نفسه بس من التعب او يتكعبل ويقع مثلا كان بيتضرب اكتر واكتر لغايه ما يقوم يجري تاني. اول مره حصل ده الموضوع استمر لمده ساعه ورجعوهم بعدها للمعتقل تاني، بس كل ده كان مجرد بروفا مش اكتر، لان تاني يوم الموضوع اتكرر مش ساعه بس بقى، لا دول فضلوا كده من الصبح لحد المغرب وبقى الوضع كده كل يوم شويه بشويه كان المعتقلين نقلوا اطنان من الحجاره بالفعل من طرف المحجر للناحيه الثانيه يبقى نجدد بقى يخلوهم يرجعوا اللي نقلوه ثاني مطرح ما جابوه اللي هو ذل وخلاص الهدف مش الشغل الهدف كان كسرهم جسديا ونفسيا وعقليا بتعذيب ما بينتهيش تحت مسمى الاشغال الشق اللي فيها ضلوع بتتكسر واجسام بتتملا جروح وسحجات بتتلوث وبيحصل فيها تقيح وبتورم وما بتتعافاش ابدا فبيتضاعف العذاب اكتر لغاية ما في نص فبراير سنة 60 العذاب وصل للذروة تحديدا يوم 17 فبراير اللي اتعرف باسم الأربعاء الدامي اليوم بدأ بتمرد من المعتقلين جابوا معتقلين من عنبر وصفوهم ثلاث صفوف كده كأنهم كورال فرقة موسيقية وقدامهم مئات من باقي المعتقلين من باقي العنابر قاعدين طب اشمعنى العنبر ده تحديدا؟ لأن ده اللي كان فيه كبار قيادات الحركة الشيوعية في مصر كانوا عاوزين يذلوهم قدام باقي الشباب الصغير أعضاء الحركة عشان يسحقوا الروح المعنوية للكل المهم يجي مأمور السجن حسن منير وسط الظباط والعساكر بالعصيان والبنادق ويتمشى قدامهم ويقول لهم انا مبسوط منكم يا اولاد عشان كده قررت اعلمكم الغنى عارفين اغنيه يا جمال يا مثال الوطنيه يلا يا اولاد غنوا هالي محدش نطق يصغر لهم يقول لهم ايه يا اولاد غنوا هتزعلوني انتوا عارفين زعلي محدش برضه نطق حسن منير يشاور لواحد من اللي واقفين دكتور اسماعيل صبري عبد الله. استاذ الاقتصاد في جامعه اسكندريه اللي بيتكلم ثلاث لغات بطلاقه اللي معاه دكتوراه من جامعه باريس واللي هيبقى وزير في عهد السادات ينده له ويقول له غني يا ولد ويتف عليه بس الدكتور عبد الله ما يغنيش ولكن يقوله المعتقل مش مكان للاغاني الوطنيه الاغاني دي مكانها بره السور ما يغنيهاش غير احرار احنا طبعا يسعدنا كمصريين وطنيين وفخورين بمصريتنا اننا نغني لبلدنا بس مش بالاكراه احنا بنرفض نغني قدام البنادق والعصيان بنرفض نغني بالامر طبعا المامور اتصدم من رد الفعل ما كانش متوقع ان يعني بعد كل التعذيب ده الناس دي لسه ما اتكسرتش لدرجه انهم بيتحدوا اوامره بالشكل العلني ده فطبعا انفجر فيهم بقى شتايم وزعيق والعساكر نزلوا فيهم رزع بالعصيان والدكتور اسماعيل صبري يقع غرقان في دمه وراسه مفتوحه وبدا الاربعاء الدامي بعد الضرب ده كله اللي كان مجرد استفتاح لليوم بس مش اكتر جرجروهم على الجبل زي كل يوم والمعتقلين كلهم عارفين ان اليوم ده مش هيكون زي اي يوم قبل كده وانهم هينتقموا منهم بزياده النهارده الروتين كان زي كل يوم نقل الحجاره من ناحيه للناحيه الثانيه وسط ضرب العساكر بس الضرب المره دي كان بغل اكتر من اي مره قبل كده لدرجه ان في 30 معتقل اغمى عليهم من التعب والعذاب وعلى المغرب نص المعتقلين تقريبا رجعوا المعتقل متشالين على اكتاف النص الثاني خلص اليوم كده لا لسه اول ما يوصلوا المعتقل يتعجنوا ضرب تاني بس على الرغم من كل ده المعتقلين حسوا ان ده احسن يوم مر عليهم في ابو زعبش لانهم اتعرضوا فيه لاقصى امتحان لمبادئهم ونجحوا في الامتحان وخرجوا منه بشرف وكرامة ومحدش غنى الأغنية اتجرأوا الأول مرة انهم هم يتحدوا طغيان العساكر ودفعوا تمن ده واستحملوا وما اتكسروش عشان كده بالرغم من كل اللي حصل كانت الروح المعنوية مرتفعة جدا في العنابر بعد ما كل رجع وبدأ كل واحد بقى يحكي حكايته وإيه اللي حصل معاه والكل يسمع حكاية دكتور لويس عوض مثلا اللي بقت أسطورة ما بينهم دكتور لويس عوض كان عنده 44 سنة خريج جامعات كامبريدج وبرينستون وما كانش شيوعي أصلا لكنه اعتقل معاهم لأنه مش طيع للانقياد هي دي المشكله الاساسيه مع العسكر لا المشكله دين ولا اخوان ولا شيوعيه ولا اي حاجه المشكله الاساسيه ان هم عاوزينك تبقى عجينه في ايديهم تنفذ الاوامر وانت ساكت اللي هي سبحان الله نفس الحاجه اللي بيعايروا بيها الاخوان المهم السلخانه اللي في ابو زعبل دي استمرت بالشكل ده لغايه ما اتقتل شهدي عطيه اشمعنى ده تحديدا يعني شهدي كان قيادي شيوعي بارز وقتله عمل احراج للنظام ازاي وقت ما اتقتل شهدي تصادف ان عبد الناصر كان في زياره ليغوزلافيا في ضيافه الرئيس جوزيف تيتو يغز لا طبعا شيوعيه فتيتو وصلته الاخبار فسال عبد الناصر عن الموضوع وازاي شخص اشتراكي وطني قيادي بارز زي شهدي عطيه يتقتل في المعتقل وانت بتكره الشيوعيه للدرجه دي عبد الناصر طبعا عمل فيها عبيط ازاي وتتيجي لا ده انا لازم افتح تحقيق رسمي في الموضوع ده اشوف مين الحمار اللي عمل كده وطبعا لا في تحقيق عمل ولا نيله بس التعزيف ابو زعبل وقف لان عبد الناصر ما كانش عاوز احراج دولي وكمان سمحوا للمعتقلين بقى بالزياره والرعايه الطبيه لاول مره وفي خلال اسابيع اتقفل معتقل ابو زعبل اصلا بعد ما اترحل منه صنع الله ابراهيم واتحكم عليه اخيرا بسبع سنين اشغال شقه ورجعوه تاني لسجن الوحد واللي ما كانش يفرق كتير عن ابو زعبل برضه من حيث المبدا يعني في معتقلين في الواحات اتقتلوا عمدا بالضرب بالرصاص بس القيود فيه ما كانتش زي ابو زعبل يعني المعتقلين كانوا بيعرفوا يهربوا الكتب والجرايد والمجلات والورق والاقلام اللي جوه السجن على عكس ابو زعبل وكان في انشطه للمعتقلين محاضرات مسرحيات ندوات شعريه ماتشات كوره وده طبعا جنه مقارنه بابو زعبل لان ده كان سجن مش معسكر اعتقال يعني سجن فيه كل الناس اللي بيقضوا احكامهم مش معمول مخصوص عشان دول زي ابو زعبل اهو الجو ده والظروف دي هي اللي خلت صنع الله ابراهيم يقرر انه يبقى كاتب اصلا سنه 64 علاقات عبد الناصر مع الاتحاد السوفيتي كانت في اقوى لحظاتها الرئيس السوفيتي خروشوف زار مصر لاسبوعين تقريبا حضر فيهم حفل افتتاح السد العالي اللي اتبنى من خلال المعونات السوفيتيه وكحركه مجامله يعني او بطلب من خروشوف محدش عارف عبد الناصر يفرج عن كل الشيوعيين المعتقلين استقلال وطني ده ولا مش استقلال وطني يا متعلمين بتوع المدارس ويتم الافراج عن صنع الله ابراهيم بعد يوم واحد بس من زياره خروشوف عشان يبدا رحلته في عالم الكتابه ويكتب روايته تلك الرائحه اللي بتحكي عن شاب بيكافح عشان يقدر يتكيف ويتعايش مع الحرية الجديدة في شوارع القاهرة بعد سنين في معتقلات عبد الناصر قاهرة الستينات بس دي هنسيبها شوية بعدين لأننا عشان نقدر نفهم الستينات في مصر وإيه اللي خلاها اختلفت عن الخمسينات وليه أصلا كان في حاجة اسمها معتقل أبو زعبل وليه كان في تعذيب أصلا عشان نقدر نفهم كل ده محتاجين نفهم الأول عبد الناصر كان بيعمل إيه بره مصر في باقي العالم العربي الرحلة اللي هنبدأها من العراق بس بالحلقة الجاية إن شاء الله ونشوفكم على خير